لبهما إن وتفجر وما طلع صبح وأسفر. وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب وجه الأنور والجبين الأزهر وما سار سفير للحق وأحد وما على نجم في السماء وأحد وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر صلاة وسلاما إلى يوم البعث إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد، بسم ثلاثتي وفي جهودكم المبذولة ودكتور أخرى لهذا الوطن الحبيب، وإذا كان من باب افتتاح هذا المجلس المبارك فخير ما نفتتح به مجلسنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا السيدة وهي طالبة جامعية عديلة فريدة، فتتقدم مشكورا. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أدعو الجميع للوقوف استعدادا وإنصاتا للنشيد الوطني الجزائري. السادة إدارات الجهاز التنفيذي لولاية تمثال، السيد رئيس دائرة منصورة، السادة ممثلي المجالس الشعبية البلدية، السادة الأساتذة الأكاديميين من جامعة تمثال عن كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير وكلية الحقوق، السيد المدير الولائي بالنيابة للتكوين والتعليم المهنيين، السيد مدير المعهد المتخصص في التكوين المهني منصورة، السادة رؤساء إدارات المكاتب الولائية لجنوب وغرب البلاد، الإخوة المناضلين من الحركة الجمعوية المحلية، أسرة الإعلام، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تجسيداً للأهداف السامية للمنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة في شق تكريس الويع البيئي في أوساط المجتمع الجزائري والمساهمة في جهود المجموعة الوطنية الرامية في تحقيق تنمية بيئية مستدامة وفي إطار البرنامج الوطني للملتقيات والندوات والأيام الدراسية، ينظم مكتبنا الولائي التنفيذي تحت الرعاية السامية للسيدة وزيرة البيئة وبإشراف سيد والي ولاية تمثال الملتقى الجهوي حول التسهيل المستدام للنفايات المنزلية وما شابهها في الوسط الحضري، وهذا لمساهمة كلية الحقوق والاقتصاد بجامعة تمثال، المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين، الوكالة الوطنية لدعم مقاولتها، الولاية تمثال، المجموعة الولائية للدرك الوطني، المجالس الشعبية بلدية تمثال الكبرى، فعاليات المجتمع المدني وجميع الهيئات الوصية والمتدخلة.
لطالما كان مشكل التسهيل المستدام من النفايات المنزلية وما شابهها في الوسط الحضري أحد أكبر الإشكالات البيئية والتحديات المجتمعية التي واجهتها الجزائر. من جانب الارتقاء بنظافة وملائمة المحيط الجواري للساكنة، ومن جانب الاستغلال الأمثل للنفايات باسترجاعها وتأمينها ومسكنتها وتحقيق مفهوم الاستدامة البيئية. ولأجل ذلك بادرت الحكومات المتعاقبة إلى الاعتماد على المقاربة القانونية لحلحلة هذا الإشكال عبر سن جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية، ولعل أبرز القانون 0119 هو يتعلق بكيفية تسهيل النفايات ومراقبتها وإزالتها، بتفويض مهمة التسهيل إلى البلديات باعتبارها مرآة عاكسة لا مركزية، إضافة إلى استحداث الوكالة الوطنية للنفايات المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري تحت وساطة وزارة البيئة. ومن أبرز مهامها مساعدة الجماعات المحلية في تسهيل النفايات، جمع ومعالجة إنجاز الدراسات والمشاريع والأبحاث الخاصة بذات المجال، غير أن النمو الديموغرافي المتسارع وتوزيع النسيج العمراني والارتفاع الكبير لمستويات الاستهلاك وضعف الإمكانات المادية للبلديات وافتقارها لمخططات ناجعة للتسهيل ولموارد بشرية مؤهلة. أثبت بشكل قاطع أن النمط الإداري البحث التسهيل العام للنفايات المنزلية وما شابهها أثبت محدوديته، بدليل الانتشار الفظيع للمفاريغ العشوائية والنقاط السوداء في الحيز الحضاري والشبه الحضاري والمشاكل البيئية المترتبة عن ذلك، وكذا التكلفة الاقتصادية الناجعة عن سوء استغلال وتثمين النفايات. لأجل ذلك ارتقينا فتح نقاش موسع مع جميع الفاعلين والمتدخلين والهيئات الوصية في شكل 3 ورشات. الورشة المتعلقة بتحيين آليات نجاعة المخططات التوجيهية للتسهيل النفايات المنزلية وما شابهها، والورشة المتعلقة بالشق التنظيمي والقانوني والنجاعة الاقتصادية، والورشة الثالثة الخاصة بدور المجتمع المدني في تحقيق تسهيل مستدام للنفايات. ولعل البناء الهيكلي لهذا الملتقى بمحاوره وأهدافه والتوصيات التي ستتمخض عنه تكون اللبنة الأساسية لرسم استراتيجية وطنية للإدارة المستدامة للنفايات. إن عملنا الدؤوب تحت منظمة الحركة الجمعوية الوطنية خدمة للقضايا البيئية والمواطنية يلزمنا أن نرتقي في مستوى النضال إلى أمهات إشكاليات التنموية المستعصية من خلال المساهمة في اقتراح البدائل والحلول الناجعة وتحقيق فعلي للدور الإيجابي للمجتمع المدني في مسعى بناء الدولة الوطنية. إن المكانة المرموقة التي استهلتها الحركة الجمعوية في الإصلاحات السياسية العميقة التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية منذ تقلده سدة الحكم والمترجمة في استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية سيادية، يجب علينا ككفاءات وفاعلين ومناضلين جمعويين أن ننظم صفوفنا ونوحد جهودنا ونحشد طاقتنا ونغير أنماط وأساليب عملنا حتى نكون قوة في اقتراح وتغيير في عمق المنظومة الوطنية للإستشراف والتخطيط والتنفيذ، تحقيقا لمبادئ الديمقراطية التشاركية والحوكمة الراشدة. شكرا على جميل صبركم وحسن إصغائكم. عاشت الجزائر حرة مستقلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منصورة إطارات أجهزة التنفيذية لولاية إمسال السيد بن عدنان إطار ببلدية إمسال والأساتذة الكرام كل من باسمه وكل من مقامه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة لم يطلب مني أن من المداخلة وإنما فقط بكلمة. نحن نعرف أن تسيير النفايات في مجمله هو لب الاقتصاد الوطني ولب الاقتصاد الوطني الحديث، لأن نعرف الاقتصاد ما معنى الاقتصاد بصفة عامة وما معنى الاقتصاد البديل. الاقتصاد العالي هو المبني على خذ اصنع ثم تخلص، أما الاقتصاد البديل وهو ما يعرف الاقتصاد الدائري أو التمويلي هو الذي يستفيد من النفايات لجعلها مادة أولية ومن ثم إعادة استغلالها لتكون منتجات تامة الصنع، هذا هو الاقتصاد الدائري. نعرف أن الاقتصاد على كلمة اقتصاد بصورة مختصرة هي كلمة أو تعبر عن تدبير أمور البيت، هذا مفهوم الاقتصاد، تدبير أمور البيت. تدبير أمور البيت لما نهبط إلى المجتمع الصغير لما نأخذ عينة، يعني هناك مجموعة من البيوت سواء عائلات أو مؤسسات مصغرة. السلام على أشرف المرسلين.
السادة الحضور، أود في البداية أن أعبر لكم عن سرور وسعادة أسرة التكوين المهني وأسرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني أحمد قريش منصورة لتواجدكم معنا ولاحتضانه هذا الملتقى الجهوي حول التسيير المستدام للنفايات المنزلية وما شابهها في الوسط الحضري، حيث يعتبر هذا المجال من بين اهتمامات قطاع التكوين المهني الذي يسعى دائما لتطوير الكفاءات والاستجابة لاحتياجات سوق الشغل تماشيا مع القواعد الجديدة التنافسية الاقتصادية والتحولات التكنولوجية التي تشهدها الاختصاصات وتعدد برامج التكوين المهني، ولدعم وتعزيز التكوين في مجال البيئي استجابة لاحتياجات وانشغالات لا سيما في مجال مسكنة واسترجاع وتثمين النفايات المنزلية، تكفل القطاع بتقديم الخبرات التقنية والدعائم الإعلامية المناسبة لمسترجعي النفايات، وذلك عن طريق عدة اتفاقيات أبرمت مع عدة قطاعات ناشطة في هذا المجال ولا سيما قطاع البيئة، حيث حملت في طياتها ما يلي: التكوين المتواصل لعمال مديرية البيئة على مستوى التراب الوطني ليكسبهم الخبرة في مجال تسيير البيئة وإدراج تخصص تقني سامي في الفرز ضمن عدة مؤسسات نموذجية، إدراج تخصص تقني سامي في التسيير واسترجاع النفايات في مدونة التخصصات التكوين المهني، إدراج في دورة سبتمبر 2022 تكوين تأهيلي في تخصص مقاولاتية في تسيير النفايات ضمن عدة مؤسسات نموذجية من بينها ولاية تلمسان ممثلة بمعهد منصورة ومعهد مهنية، ما قد يمكنهم من خلق مؤسساتهم المصغرة بعد حصولهم على شهاداتهم في مجال مسكنة النفايات وإعادة تدوينها، وما قد يخلق لهم مصدر للثروة. ومن بنود هذه الاتفاقيات أيضا التصديق على الكفاءات عن طريق الخبرة لفائدة الموظفين والعمال، فتح مجال التربص التطبيقي للمتمهنين بمؤسسات قطاع البيئة حيث تمكنهم من اكتساب المعلومات في المجال وكيفية مسكنة النفايات، غرس الثقافة البيئية لدى المتربصين والمتمهنين وتنشئتهم على احترام البيئة والمساهمة في الحفاظ عليها، وتهدف أيضا لتعريف المتربصين والمتمهنين على طريق الحفاظ على البيئة وكيف التعامل مع النفايات، إنجاز حاويات توضع بالمؤسسات التكوينية لجمع النفايات وفرزها، كما تم إشراك المجتمع المدني والجمعيات في نظافة المؤسسات التكوينية وفي تحسيس المتربصين والمتمهنين في تسيير النفايات لا سيما في مجال الفرز والرسكرة والتثمين. وبدون إطالة أحيل الكلمة إلى أعضاء المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة للانطلاق في هذا الملتقى الجهوي حول التسيير المستدام للنفايات المنزلية وما شابهها في الوسط الحضري، وأتمنى لهم التوفيق والشكر. القائمين على هذا الملتقى الذي يحمل إشكالية هامة يعني، ومن هنا طبعا من خلال الحث من النشاطات المدرة باعتبار أن الجبال. السيد شفيع عبد الجليل رئيس المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة تلمسان، في إطار أهداف المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة في شقها تكريس لحث المواطنات والبيئي، قام المكتب بتنظيم ملتقى جهوي حول تسيير النفايات المستدامة للمنزلية وما شابهها في الوسط الحضري الجوي والحد منه. أما بخصوص البحث ومعاينة المخالفات، السيد مختار عمر الأمين العام للمكتب الولائي للمنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة، تجسيدا للأهداف السامية للمنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة في شق تكريس المواطنة البيئية في أوساط المجتمع الجزائري، وتنفيذا للبرنامج السنوي للملتقيات والندوات والأيام الدراسية ذات صلة بالموضوع، تشرفنا صبيحة هذا اليوم 4 جوان بمناسبة اليوم العالمي للبيئة بتنظيم الملتقى الجهوي الأول حول التسيير المستدام للنفايات المنزلية في الوسط الحضري
للنفايات المنزلية وما شابهها في الوسط الحضري وشبه الحضري. بطبيعة القدر رئيس مكتب الولاية للتضامن الوطني الطلابي، بادئا ببدء نشكر رئيس مكتب الولاية المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة على هذه الدعوة من خلال هذه الالتفاتة وهذا الملتقى ذو الطابع الشيق. والموضوع الموسوم تحت عنوان تسيير النفايات في المناطق الحضارية، وحرصا منا كطلبة ونخبة لجامعة أبو بكر بالقايد على تطبيق هذا المشروع الهام على مستوى الأحياء الجامعية لجامعة أبو بكر بالقايد. نتمنى من رئيس مكتب الولاية وكل السلطات المعنية بتوفير كل الأطر اللازمة على توفير كل ما يساهم في تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع، وخاصة في الأحياء الجامعية بجامعة أبو بكر بالقايد. وشكرا لكل من ساهم على نجاح فعاليات هذا الملتقى. الموديل ايكونوميك بوتونسيال في لونتربريز تاعنا، كنا قلنا على 9 كاين دي بارتنير كلي، سي لي زوتيل، لي زونتربريز بوتونسيال، البينوفول، لي ريستورون، لي سيتي يونيفرسيتار. اما بالنسبه هذا بصفه مختصره، اما بالنسبه لي زاكتيفيتي كلي سي كوليكت دي ديشي de coquilles d'œufs, donc production, la recherche de clients, le marketing de contenu, inshallah, le service après-vente. Une liste des offres, les offres qu'on a dans les produits agroalimentaires, avec prix qualité, inshallah, haut de gamme, mais il y a de l'industrie, a des matières premières pour les industries. كنا درنا 4 تاع لي غام، من بعد لي غام هما الاليمونطاسيون دي زاليمو اي كومبانيون اي اليمونطاسيون دي نوتريسيان كومبليمون اليمونتير اي كوزميتيك. هادو بالنسبه لي 4 تاع لي غام ان شاء الله نحوسو نحققو المستقبل. اما بالنسبه لي غولاسيون كليون، قلنا انتراكسيون فيا ريزو ان شاء الله، مشاوري service après-vente performant, inshallah, et publicité. بالنسبة للسيغمونتاسيون دو كليون، عندنا بي تو بي. هذه الحملة أو هذه التوعية إلى هذا المواطن لابد أن نذهب إلى جانب عاطفي، وكلنا لنا عاطفة مع الإمام ومع المسجد. كان يقول لي بسيكولوج وهذه، فعلا لابد من إقرار خطة إعلامية مندمجة وتشاركية للمساهمة في نشر ثقافة فرز واسترجاع النفايات وتثمينها. رابعاً، إيجاد الآليات الملائمة للتنسيق بين فواعي المجتمع المدني والشباب الحامل للمشاريع للمرافقة والمساعدة في إنجاحها. خامساً، الانخراط بشكل منظم في الحملات الجوارية لنقاوة المحيط ونظافته، والعمل على مساعدة الجماعات المحلية في حل حالات الإشكالات المتعلقة بالتسيير. شكر الله سعيكم وشكرا لكم.
سبيل الله.